اهلا بحضراتكم مره تانية في الفقره الحواريه. النهارده معانا نجم النقد، الناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمود صبري. اهلا بحضرتك، مشرفنا دايما في البيت الكبير يا استاذ محمود. الله يخليك، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، سعيد ان انا معاك. ربنا يخليك. بص يا استاذ، احنا عندنا محاور كتير وعندنا هنعرض مشاكل كتير، فخلينا الاول قبل ما نتكلم على المشاكل نتكلم شويه على الرؤيه سريعه للنادي الاهلي في يمكن المباريات اللي فاتت، استعدادا طبعا لمباراه الكاس امام الترسانه ان شاء الله يوم الاربعاء. شايف اداء النادي الاهلي ازاي في عمليه، عندنا اصابات كتير، عمليه التدوير اللي بيقوم بيها فايلر في الفترات الاخيره، يعني تقول لي سلبيات ايه في الفتره اللي فاتت وكمان الايجابيات ايه؟ خلينا اللي انت شايفه. طب احنا نعرض السلبيات ونتكلم كمان على الايجابيات. يعني والناس كلها بتسال، جمهور الاهلي كان بيمني نفسه انه في الفتره بعد حسم الدوري بعد مباراه اسوان ومباراه المقصه انه يلقى فيه وجوه جديده من قطاع الناشئين موجوده في الفريق، يعني خاصه في جزئيه المراكز. ده عندك سوء حظ غريب جدا في مساله الاصابات. في حاجه مش مفهومه من السنه اللي فاتت. يعني لو انت جيت رجعنا وعملت مسكت ورقه وقلم قعدت تعدد عدد الغيابات، شيء مرعب ومقلق ومخيف ومحتاج وقفه، محتاج اجابه. يعني هل دي قدرات؟ هل هي ازاله احمال؟ هل هي ارضيه ملعب؟ هل يعني المساله مش ما كانتش بالصوره دي، لكن غريب انه في حاجه يعني ملحوظه خاصه في خط السردباكين. ده حاجه غريبه جدا يعني مش للاسف. فعلا يعني في حاجه فعلا مش واضحه. كنت اتمنى يكون في ايه، يعني على الاقل يعني انا عندي ثقه انه في لازم يكون الاهلي عنده في قطاع الناشئين عنده لاعب ولاعب واثنين وثلاثه، بدليل حجم الاعارات الكبير جدا اللي موجود في كل اغلب انديه الدوري. اعارات لاعيبه ظهرت وعبرت عن نفسها بصوره او اخرى. كان المفروض يبقى في على الواحد او اثنين حتى يعوض الجزئيه دي اللي موجود، انت تديه فرصه في الماتشات الثلاث اربع ماتشات اللي اتحسبت فيهم المسابقه. يعني حضرتك شايف ان ممكن في الوقت ده كان فايلر يدي فرص لبعض الناشئين؟ لازم تدي فرص. خلاص عربي يعني بدر كان موجود، عمليه الاشراك موجود. والحفاظ على اللياقه البدنيه بتبقى عمليات نسبيه، انك انت تنزل فلان تجهزه عشان عندك ايه الحدث الابرز والاكبر والاهم بالنسبه لجمهور الاهلي هو دوري ابطال افريقيا. فانت كان على الاقل يبقى عندك البدايل اللي انت تدي فرصه انك انت تجهز وانك انت تشوف وانك انت تبص وتتفرج وشوف امكانيات الناس ايه، تديها ثقه. اذا ما كانش الناشئ هيلعب في الظروف دي ها، وطول عمره بيقول لك اديه عشان هو ياخد الثقه ويكتسب ويتعلم من اللي معاه، وبعد كده ترميه بقى في ارميه بقى في النار زي ما بيقول لك، يعني سيبه بقى يتحمل الضغط ومتحمل خلاص. هو امتى الناشئ يعني هو الناشئ عندنا بيبدا على ما يبدو من سن مثلا 25 26 لا انا تفسير انا تفسير تفسيرنا للمساله دي غريبه جدا برضه يا كابتن. يعني انت تتفرج على اوروبا وعلى المانيا مثلا من المدارس العظيمه جدا في جزئيه منح يعني الشباب الفرصه والثقه، فطلع لاعب عنده 18 سنه وثمنه عليه معركه 50 مليون جنيه. طبعا المنتقل يعني لدورتموند ده لعيب، ولسه بنتكلم حتى في خلال الاخبار اللعيبه، يعني بنتكلم على لعيب مواليد 99، بنتكلم ولد عنده 18 سنه بيشارك في البريمير ليج وبيشارك في الشامبيونز ليج. فخلينا نتكلم ان الجزئيه دي في مصر كلها مش في النادي الاهلي بس، اللي هو نظره الانديه للناشئين. خلاص انت عندك ولد مميز عنده 18 سنه او 19 سنه لازم يخش، ما بقاش خلاص صغير، لازم يخش تجربه ولازم يتحمل مسؤوليه ولازم يعني لانه في الكواليتي بتاعه يبان. فانت امتى شفت انت حضرتك ايه؟ امتى شفت انت لعبت؟ انا يعني انت لعبت وعندك كام سنه؟ يعني لعبت في النادي الاهلي 18 سنه، يعني 18 سنه منتخب مصر. لما شفت 18 19 تبقى منتخب مصر المنتخب الاول، انت عندك 18 سنه المفروض يبقى ايه؟ ده يبقى عندك اصلا ده منتخب ناشئين ودخل في منتخب الشباب، ممكن يدخل في منتخب الاولمبي. لازم يعني عاوز اقول ايه، في فتره من فترات من كتر اللعيبه اللي كانت تطلع من فرق الناشئين ها، بيقول لك ده كان في الحته الفلانيه، ده كان حته في، يعني عاوز اقول لك ايه، لا يعني كان بحسابات. واعتقد الاهلي سبق بالمساله دي، وكان المفروض يبقى ده شيء موجود واحنا اتكلمنا فيه، انه ده دور المدير الرياضي او دور المدير الفني، اللي هو بيقول انه مع المدير الفني للفريق انه عارف ايه المشاكل. ما لازم يبقى في بصه وفي نظره للناس اللي متابعه، انه عندك مشكله وانت شايف انه من وجهه حضرتك شايف عندنا مشكله دلوقتي في خط الدفاع، عندك مشكله في السردباكين. يعني طبعًا دي نتيجه الاصابه مش نتيجه الكواليتي. يعني لا ما خلاص، ما انت دلوقتي اتحطيت في ظروف، في ظرف ها،
يعني انت ايه خارج عن ارادتك، بس كان لازم يبقى عندك في بديل واثنين وثلاثه. يعني لا يعني مثلا اصل احنا فرقه هجوميه فمش محتاجين دم، لا في تفكير، في يعني اذا لم تملك دفاع جيد تستطيع ان تهاجم. في مقوله بتقول ديفند تو وين، يعني في مقوله انجليزيه بيقول لك ديفند يعني دافع علشان تكسب، عشان تكسب. وفي مقوله بتقول لك خير وسيله للدفاع هي الهجوم. فالاتزان دوت والبالانس ده مهم جدا. في دي سلبيه من السلبيات اللي هي ملاحظه، انه ما انت ما شفتش لغايه دلوقتي حد من تحت طلع فانت اديته فرصه، لكن انت بتلعب حتى الان محافظ بتلعب على التشكيل الاساسي، يعني بتلعب بس كده المفروض ايه يعني عمليه ايه، يبقى في عمليه تدوير واراحه. انت لو شفت عارف معلوم الحجم الارهاق والجهد اللي كان فيه فعلا صح، لاحظت انت مظبوط تدريجيا على طول الماتش مش يعني نتيجته بالنسبه لك مش يعني مش يعني خلاص انت المسابقه اتحسمت. انت ما جربتش دلوقتي وديت مثلا نزلت رميت محمود وحيد لازم تديله خلاص ماشي تديله كتير، خلاص ماشي تديله ايه كتير. طيب عندك ماتش ماتشات الكاس من ماتشات كوره متقلبه، يعني انت من المباريات اللي مش مضمونه، يعني الكاس ده عنده مفاجآت بتحصل دايما من الفرق الايه. طب انا اسال حضرتك سؤال وتجاوبني بكل صراحه. دايما متعودين على المستوى الاوروبي او على مستوى مثلا البريمير ليج لما يكون في مباراه في الكاس ويكون الفريق مجهد شويه وعنده مباريات في الشامبيونز ليج وعنده مباريات في البريمير ليج، بتلاقي الصف الثاني هو اللي بيأدي مباريات الكؤوس حتى لو كانت مباراه متقدمه في الادوار السيمي فاينل، وشفنا كل الكلام ده مع حتى مع ليفربول السنه اللي فاتت ريح الفرقه كلها في ماتش الكاس. انت من رايك ان ممكن امام يعني مباراه السنه اللي جايه ممكن يدي بقى مجموعه كبيره، يعني يدخل 6-7 لعيبه ما بيلعبوش او اتنين مثلا لو بنتكلم على العربي بدر ولا محمد فيك، يدخلهم في الفريق من الاول ويشوفهم؟ هل من الطبيعي ان هو بقى خلاص علي معلول تعبان يبقى محمود وحيد موجود مكانه؟ نشوف لعيبه من اللي كانوا بيتمرنوا الاولاد مواليد 99 و97 ممكن يلعبوا، يعني انت ممكن يخش بالجزئيه دي ولا حد تاني يقول لك لا ما اصل مباراه الكاس برضو ما تتضمنش واحنا عايزين ناخد الكاس ويبقى عندنا ثلاثيه؟ تعمل ايه؟ شفت انت قلت ايه؟ بص الكاس السنه دي في وضع مختلف. بمعنى ايه؟ انت بعيد عن البطوله من فترة كبيرة، ممكن من 2007 الأهلي ما لا مش من 2007 لا قريب مع النادي المصري الأهلي كان فاز بالبطولة من 2007 كده رجعنا مع المصري الأهلي مع رجع الأهلي مع المصري خد البطولة. حساباتها مختلفة أهو ده الكلام اللي حضرتك شوف الكلام. كان المفروض في ماتش طنطا إنك أنت خمسة ستة دول يبقوا ظاهرين في ماتش طنطا. يعني كان وجهه نظرك ان ندفع طبعاً. من العوامل دي ما هو ماتش طنطا كانت تديلهم السكه انك انت توقفهم على ياخدوا ايه نفسهم. انت عارف اي حد هينزل هيلعب مثلا بعد الظهور ده كله هيبقى بص عليه محتاج ياخد نفس وحد يبقى حد جنبه يشده يعني ينصحه اهدى ما تخافش اي لعيب صغير صحيح. بيبقى عنده اندفاع فانت هتروح تجيبهم وروح رميهم مثلا في ماتش الترسانه وتقول لهم انتوا مش انت بتقول نادي الاولاد الصغيرين؟ لا ما انا بكلمك ما هو ما انا كمدير فني يعني امشي دي ولا دي؟ لا احنا بنتكلم كلام المنطقي اللي من في ناس عندها وجهه نظر ثانيه نحترمها لا انا ممكن ادي واحد واثنين يعني ممكن ادي فرصه لاثنين. انا اخر بطوله كاس 2016 2017 قدام النادي المصري يعني قدام النادي المصري خلاص 2-1 وده كان اخر بطوله كاس من البطولات اللي يعني نتيجتها يعني قعدت معلقه لغايه الدقيقه 120 يعني في الوقت الوقت الاضافي كمان. فلما تيجي دلوقتي تقول لي هنزل سته مره واحده انت ما عندكش سته اصلا، انت كل اللي عندك عاوز تشوف مثلا عربي بدر محتاج انك انت تشوف في كذا لاعب الناس دار حواليهم كلام. انا بتكلم مثلا يعني انا لو هاخد معاك كده مثلا علي لطفي غايب فتدي مصطفى شوبير تدي له مباراه زي دي ولا لا؟ الشناوي ماشي بشكل طبعا رائع لكن انا بتكلم على مباراه الكاس من المفهوم اللي احنا بنشوفه في اوروبا ان احنا بندي الحارس الثاني او الحارس الثالث مباراه الكاس. فده سؤال. عندنا لاعب زي عربي بدر ممكن تدي له في وسط الملعب ولا لا؟ ممكن احنا عندنا اصلا مشكله ان عمرو سوليه ايقاف وعندنا يعني دلوقتي حمدي فتحي وديانج، طب تدخله من البدايه ولا لا؟ شوف محمود وحيد وهكذا هتبدا يعني. انت بس يعني محمود وحيد انا معاك لازم يبدا ماشي. هتكلم على مصطفى شوبير يديله ماتش ولا لا؟ اديله الماتش. انا اهم حاجه قناعه المدرب نفسه. هل هو المدرب نفسه شايف انت حجم الاصابات اللي عندك وقلقان ولا شايف الموضوع عادي؟ لا لازم تقلق برضه خلي بالك يعني ايه
الارهاق وخاصه والجهد. ان الشناوي خلاص انت يعني ايه يعني ريح برضو يعني ادي فرصه وشوف بص تمام. طيب عاوز تجرب حد ها في المساك دلوقتي انت عندك فضلك واحد بس عاوز تشوف حد من اللي هيشيل معاك محمد هاني وخلاص يا محمد هاني انت هتحط دلوقتي هتشوف محمد هاني وما اصل ما عندكش ما انا بكلم انا بقى انت ما عندك خيارات ايه ماشي. عندك ياسر ابراهيم وعندك ايمن كمان ايمن اشرف انذار ماشي غايب انذار فانت دلوقتي ادي عمرو السولية موقوف وعلي معلول ممكن يكون موجود مع منتخب بلاده فانت عندك في علي معلول فانت دلوقتي باك شمال هيبقى محمود وحيد هيبقى عندك ياسر ابراهيم وجنبه اكيد محمد هاني وناحيه اليمين هيبقى احمد فتحي احنا بنتكلم بص انت محمد هاني واحمد فتحي لعبوا في المكان ده واحمد فتحي لعبها اكتر من مره في مواقف برضه حمدي فتحي لعبها على فكره ولعبها ماشي ده كله بيعمل عليك ضغط يعني ايه انت انا مش مختلف معاك بقدر انه ايه كان نفسي انه ماتش طنط ادي الفرصه للولاد الصغيرين يعني ايه دول كان يبقوا اعداد او فرصه تشوف منهم اتنين تلاتة اشوفهم عشان اشوفهم في ماتش مين في ماتش الترسانه ماشي ماتش الترسانه ماتش صعب مش سهل ومن الماتشات دايما لو تفتكر حتى الاهلي لعب قبل كده مع الترسانه عمل ماتش كان يعني ايه النتيجه اعتقد 3-1 او 3-2 كان برده من الماتشات المثيره في الكاس برده يعني برده الترسانه قبل كده مع الكاس واتعملت برده نتيجه فانا عاوز اقول لك ايه انا معاك ادي بس مش عاوز يكون على حساب نتيجه مباراه خروج المغلوب يعني برده ده هيبقى فيه ضغط نفسي وعصبي على الولاد ففي النتيجه انك انت ممكن تخسرهم وتحرقهم فانا بقول لك انه كان من اولى من بعد ماتش المقصه وخلاص انتهت الموضوع ان انا خلاص يعني اللي جاي ادي بقى على طول بقى. ادي 3-4 بقى ايه ادي ايه نص ساعه ادي الروتيشن اللي هو ماشي شايفه. امشي كده ايه خلاص عاوز اشوف حد فيهم في نص الملعب حد مثلا صانع لعب حد بيلعب يعني في الشمال وفي اليمين اشوف بدائل ممكن تطلع حاجه هتطلع اكيد هتطلع حاجه وكل كل واحد نفسه منتظر يعني انا عاوز اقول ايه المساله محتاج انت عندك 12 لاعب يا كابتن هاني معارين خلاص موضوع الاعاره ده برضه هنتكلم فيه لكن انا بقول لحضرتك بالرغم الاصابه عشان عندنا تقرير رغم الاصابه اللي حضرتك بتتكلم عندنا اصابات كتيره جدا لكن الحمد لله حسمنا الدوري لكن الناس قلقانه من اللي جاي قلقانه على طبعا البطوله الافريقيه قلقانه على كمان كاس مصر وايه الطريقه اللي ممكن بايلر يمشي الموضوع او كاس مصر نشتغل فيه ازاي من ناحيه الاصابات معانا تقرير فريق الاعداد محضر تقرير عن لعنه الاصابات اللي يعني حصرت النادي الاهلي هذا السيزون وبالرغم عن كده حصلنا على بطوله الدوري نشوف التقرير ونرجع نكمل حوارنا الرائع مع الاستاذ محمود صبري عانى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي هذا الموسم من لعنة الإصابات التي طاردته لا سيما في النصف الثاني من الموسم وجعلت المارد الأحمر يفقد الكثير من العناصر بشكل متتالي في مختلف المباريات وقلما خاض الفريق مباراة واحدة في الموسم الجاري بقائمة مكتملة وكعادته يدفع الأهلي ثمن كونه البطل الذي يخوض المباريات الصعبة على أكثر من صعيد وفي أكثر من بطولة فضلا عن أن لاعبي الأهلي عناصر دائمة في المنتخبات الوطنية وهو ما يجعل أجندة المباريات بالنسبة لهم مكتظة بخلاف غيرهم من لاعبي الأندية الأخرى وهو ما ينعكس على مردودهم خلال الموسم ويجعلهم يبتعدون أحيانا تحت تأثير الإصابات العضلية والإرهاق وكان لفيروس كورونا المستجد وفترة التوقف الطويلة التي خضع لها اللاعبون في الموسم الجاري لنحو 5 أشهر أثرها بدورها على اللاعبين عقب عودتهم لخوض المباريات من جديد خاصة أن الموسم كان مضغوطا عقب العودة والمباريات متتالية مما أثر بشكل واضح على نجوم الفريق وما زال إعصار الإصابات يضرب المارد الأحمر بقوة قبل مباراته المرتقبة أمام الترسانة في مسابقة كأس مصر يوم الأربعاء المقبل في ظل وجود غيابات لعناصر مهمة من الفريق وعلى رأسهم وليد سليمان وبعد الكشف عن إصابة مدافع الفريق رامي ربيعة وغيابه لنحو شهر عن الفريق مما سيبعده عن مباراة الفريق أمام الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ما زال الفريق يعاني مع الإصابات بعد الكشف رسميا اليوم الاثنين عن غياب الحاوي وليد سليمان عن مباراة الفريق أمام الترسانة ليواصل إعصار الإصابات المختلفة ضرب اللاعبين واحدا تلو الآخر منذ بداية الموسم الجاري وشهد الموسم الجاري خسارة الأهلي لعدد من نجومه بسبب الإصابة منهم سعد سمير ومحمود متولي وكريم ندفد ومحمد محمود
كما عاد من الإصابة مؤخرا الثنائي حمدي فتحي وحسين الشحات، فضلا عن إصابات خفيفة بين الحين والآخر لنجوم بارزين في الفريق مثل أليو ديانج وعمد السلية وأحمد الشيخ وجيرالدو وغيرهم من كوكبة نجوم القلعة الحمراء. اهلا بحضراتكم مره تانية. زي ما شفنا اصابات كتيره جدا للنادي الاهلي، بالرغم عن كده الحمد لله الدوري بتاعنا وان شاء الله باذن الله كاس مصر والبطوله الافريقيه. لكن كنت بتكلم معاك يا استاذ محمود كمان على ملف مهم جدا، تحضير للموسم اللي جاي. احنا بنتكلم كان عندنا شويه مشاكل واصابات خاصه في مركز المساكين، فخلينا نراجع معاك كده كمان ازاي الفتره اللي جايه او الموسم اللي جاي عوده المعارين، لان في لعيبه كتيره في انديه معاره وبتادي بشكل كويس قوي. من وجهه نظرك مين ممكن يرجع السنه اللي جايه ويكون ليه دور في النادي الاهلي من الاسماء المعاره للانديه الاخرى؟ لا، في لعيبه كتير لفتت النظر وبامانه تستحق ان هي تاخد فرصه. يعني مساله ان انا اعمل نفسي ان انا مش شايفها، لا اسف، لا، ده الاهلي دول عمره بيعتمد على دعم الرئيسيه، حتى لو كان في دلوقتي المساله اختلفت في البحث عن المميزين او اللاعبين الدوليين، كان دايما الاهلي مثلا لما يجي يختار لاعب رقم واحد يكون لاعب في منتخب مصر. لاعب دولي. لاعب دولي. شخصيه دوليه. ايوه، مش هتنتظر انت تقعد تجرب وتديله الخبره، لا، بياخد وقت، يعني مش هياخد وقت معاك عشان يبقى جاهز. يعني النهارده مثلا سواريز طلع من برشلونه ركب الطياره ثاني يوم لعب الماتش 6-1 هدفين وصنع هدف. ده كواليتي مختلف. يعني ده كواليتي. يعني عاوز اقول لك ايه، يعني ما تقوليش هجيب لاعب، عاوز تبطل ان انت تقول جيب لاعب وتقعده جنبك 6 شهور وتقول لي لسه بجربه وبشوف، ما انت جايبه ليه؟ الكلام يعني ده يعني الكلام ده بطل، المفروض خلاص الكلام ده. من ابرز اللعيبه اللي لفتت نظره تستحق ان فعلا تاخد فرصه في الاهلي والناس تسنده وتقف معاه احمد ياسر ريان. يعني ايه؟ بص على اداؤه مع المنتخب الاولمبي، اداء تصاعدي، وبص على اداؤه في الدوري وفي الماتشات، اداء مميز. لا، الولد عنده. طب عايز اقول لك حاجه، ويمكن قلت لك قبل الهوا، احمد ياسر ريان انا كنت ماسك نادي الاتحاد السكندري اعتقد من 3 سنين او اكتر، وكنت طلبت اعاره فوزي الحناوي واحمد ياسر ريان. وجي فعلا فوزي الحناوي، ولد من قطاع الناشئين عندنا، يعني احمد ياسر ريان قالوا يعني اداره الاهلي قالت لا، ده احنا ده بيتمرن مع الفريق الاول وممكن جدا يشارك، فبالتالي مش هنقدر نجيبه اعاره. طب هو السؤال اللي مهم جدا انك وده سؤال، يعني في فتره 3 سنين ممكن جدا كان احمد ياسر ريان وغيره، مثلا عندك عمار حمدي من الناس المميزه، عندك احمد اكرم توفيق عندك كمان خلي بالك ناصر ماهر من اللعيبه اللي بدات تخش بشكل كويس النهارده، جاب يعني برضو لما تجيك فرصه. احمد بيكم انت سبته بطريقه لدجله، يعني ومن اللعيبه اللي كانت مميزه، كويس انه يعني قدرت انك انت ترجعه. في محمد عبد المنعم اعتقد في سموحه، في محمود الجزاري اللي جه من كهرباء الاسماعيليه ماشي وبتشاف، بس ايه، ما ينفعش انك انت برضو لازم كنت تفكر وانت جبت مثلا ياسر ابراهيم وعارف انه رامي خد فتره كبيره جدا، جبت محمود متولي برضو محمود يعني. متولي في يعني عاوز اقول لك ايه، في عدم توفيق، في سوء حظ، دي حاجات دي خارجه عن الاراده، يعني ما تقدرش تتحسبها. ممكن اللعيبه عندك يعني سبحان الله يعني اصاباته كتيره ودي مشكله. يعني محمود متولي ما لعبش مع الاهلي ماتشين 3 ورا بعض، دي يعني بدا السوبر ما كملش 12 دقيقه في السوبر، اصابة فعلا في عنده حظ جامدة، يعني حاجه دي حاجات قدريه ايه لا دخل لك بيها. صحيح، بس كان يتوجب التفكير برضو من وجهه نظر انك انت تحتفظ بواحد اتنين من الشباب الموجودين معاك، يعني تبقى انت جاهز على الاقل لو انت اعرت دول وفكر انك انت اعرتهم ومشيتهم، انت يبقى حاطط عينك على قطاع الناشئين وشايف 2 تاخدهم بتمرنوا معاك، ويبقى في الفتره اللي انت شايف حسمت فيها المسابقه كان يبقوا موجودين، يبداوا على طول بعد تاني ماتش بعد حسم المسابقه الناس دي تبقى موجوده معاك، تدي على الاقل واحد فيهم تجرب نص ساعه تلت ساعه ربع ساعه تبص عليه تشوف. لكن مساله انك دلوقتي في الموقف الصعب ده وانت داخل على بطوله افريقيا، وشوف رامي ادي خساره كبيره لرامي ربيع، وعندك ايمن اشرف مثلا في الماتش اللي جاي 3 انذارات ومفيش غير ياسر ابراهيم، طيب هتضطر تجرب وسعد بره خالص بعد ربنا يرجعه بالسلام. يعني عايز اقول لك ايه، لا يعني انا شعرت انه ايه، في عدم اكتراث واهتمام. ما ده اللي بتكلم عليه السنه الجايه بقى رؤيتك انت
كناقد وعارف يعني عارف يعني موسم الانتقالات بالنسبة للنادي الأهلي، هل يعتمد بشكل كبير على عودة المعارين بشكل أكبر وممكن ندعم بعض المراكز المهمة في الفريق بلعيبة محترفة؟ حضرتك قلت أحمد ياسر ريان، يعني أنت بتقول أحمد ياسر ريان من العناصر اللي ممكن جدا تفيد النادي الأهلي. أحمد ياسر ريان وعمار حمدي. عمار حمدي. وأنت عمار حمدي بيلعب بيلعب جناح وبيلعب وسط ملعب. أنا بقول لك، وأنت رجعت بيكهام. وبيكهام ده سيرد باك. خلاص سيرد باك. في عندك أكرم توفيق. أكرم توفيق وسط ملعب. وسط ملعب. وعندك محمد عم منعم في سيرد باك في سموحة. ومحمود جاز، واحد من الاثنين. طب ليه انا عايز يعني عندك كمان خلي بالك في لعيب مميز جدا ومن هداف الدوري دلوقتي محمد شريف بتاع انبي. طبعا. لا كويس انت فكرتني. ده كمان من اللعيبه اللي ظهر بشكل كويس وكله باصص عليه على فكره. يعني كله باصص عليه بس دي. عارف انت هنا على استحياء. لا سيبه شويه لما هو نضج خلاص. ما هو برضه عايز اقول لك على حاجه، اكيد في تفكير المسؤولين في النادي الاهلي عدد اللعيبه الاجانب مش هيستمر بالصوره الكبيره وحجم الا ما يكون حد بيديك ميزه. ايه هو ميزه اللاعب المحترف؟ انه بيديني حاجه مش موجوده عند اللاعب المحلي يا كابتن هاني. يعني بيجي يخلص لي ماتش، يعني بيديني اللقطه الاخيره هو بتاعته اللي عندي لسه ما وصلش ليها. يعني دايما لما كان في اتنين لعيبه مهاجمين اتنين لعيبه محترفين من الظواهر العجيبه الغريبه دلوقتي انه بقى التفكير انه بتجيب لعيبه مدافعين في الدفاع وفي نص الملعب. يعني كان يبقى الهدف كله تركيز كله على ايه؟ على راس الحربه، او عندك حد بلاي ميكر جامد، او عندك جناح يعني ملوش حل. لكن مساله دلوقتي انت زياده العدد ده الى اربعه او الى خمسه، ده من وجهه نظري ده ليه تاثير على المنتخب كمان مستقبلا. اذا كان بتاع المنتخب مش واخدين بالهم، يعني مش واخدين بالهم تبقى مصيبه، واذا كانوا غايمين على اتحاد الكوره مش واخدين بالهم تبقى يعني مصيبه اعظم. لا احنا بنتكلم الاهلي لا ولاده خلاص كبروا نضجوا. يعني احمد ياسر ياخد فرصته امتى؟ طب احمد ياسر ريان كان في موقف، حصل موقف غريب جدا يعني مع مباراه نادي الزمالك والجونه، وكان اثيرت جدل كتير جدا على ان احمد ياسر ريان اتكلم مع كابتن طارق يحيى بطريقه مش صح والكلام دوت مش مظبوط، وطلع ياسر ريان طبعا لاعبنا السابق وقال الكلام ده مش مظبوط. وكان في وقعه شكلها وحش قوي بين شرقي وشكل اعتقد مش ظريف ان في لعيب مهما كان اسم هذا اللعيب يكلم المدير الفني بهذه اللهجه وبهذا الشكل. فالموضوع كله اتحور وسابوا القصه كلها، قصه بن شرقي والكابتن طارق يحيى وهذا الاسلوب غير يعني الاحترافي وبشكل مهين شويه نكلم كابتن طارق ده، وبدا القصه تدور حوالين اصل احمد ياسر ريان عمل كابتن طارق وانا هغطي على المشكله بتاعتي بيه. فيعني هغطي عليها بيه، فاعمل حاجه لاحمد. محدش اولا محدش شاف ايه اللي جرى ما بين احمد ياسر ريان او بين كابتن طارق او اللي حصل. طب هو حد سمع مثلا المجموعه الموجوده في الملعب في المدرجات الجمهور لما شتم حد سمع؟ طب يعني ما حدش واخد باله مثلا يعني الشتيمه اللي اتقالت؟ يعني لقطه بن شرقي كانت واضحه جدا. ما انا بقول لك اهو، لا يعني شوف انت واقع شوف، بس برضه الامور وضحت يا كابتن. ده ما فيش حد اتكلم على واقع بن شرقي خالص. ده هو السؤال، هو ايه اللي حصل يا فندم بينك وبين بن شرقي؟ لا ما حصلش حاجه ده واعتذر لي. كلام ايه؟ عارف انت عارف لو الواقعه دي حصلت في النادي الاهلي كان مصر كلها ما بدتش امبارح. ماشي، وناس كتير جدا كانت عملت عليها قصص والفوا وكتبوا بوستات على ايه اللي دار ده شتمه ده قال له على فكره. لكن لا دلوقتي الوضع اصبح مختلف والرؤيه وضحت. اعتقد جمهور الاهلي شايف بعينيه يعني ايه، مش محتاج ان انا اقول له ولا انت تقول له. اتثابت واقعه بن شرقي وهي واقعه مرفوضه مهما يكن ولا احد يقبلها، اتحولت لمساله انه احمد ياسر ريان اعمل مشكله. لعيب على فكره مهذب جدا، مش محتاج ان انا اقول. صحيح. اعتقد لا يفكر يعني لا يجرؤ ان يكلم كابتن طارق يحيى بصوره، ومين هيقبل انه هو يعني مين هيقبل على المستوى الشخصي انه احمد ياسر يكلم كابتن طارق يحيى بيقول له كلمتين او مش عارف ايه؟ يعني كلام مش مرفوض. طب هل انت عندك تسجيل بالكلام ده؟ واللي يطلع يقول لك ايه طالب لجنه الانضباط بايقافه واعدامه يعني عايز اقول لك ايه، ومش عارف مين شتم مش عارف ايه. يا جماعه طب مين اللي سجل الحاجات دي وشافها؟ يعني اتسجلت من تسجيل خاص ولا في كاميرات جوه الممرات؟ طب لحد ليه الكاميرات ما نشرتش وقائع مباراه احداث مباراه اسمار؟ ولا الواقعه دي اتعمل لها سيناريو عشان تداري؟ انا بقول لحضرتك عشان اداري واخبي ده كله على واقعه الناس كلها شافتها، محدش قال عنها حاجه. يعني شيء مؤسف. اولا لا احد يقبل بالخروج عن النص، ولا احد يقبل انه لاعب
يتكلم مع مدرب فريق اخر او مدربه او كابتن. طبعا طبعا. اعتقد حتى لما طلع كابتن ياسر ريان، يمكن الناس ما تعرفش كابتن ياسر ريان في الجيل الذهبي برضه من الاجيال الذهبيه للنادي الاهلي، ومن اللعيبه المميزين جدا وعلى اخلاق على فكره، انه حتى لما طلع دافع عن ابنه ودخلت بقى المساله بقيت يعني مساله ايه، خد ورد وافتعال ازمه ومحاوله لجر الراجل لملعب تاني والدخول وتسخين كابتن طارق يحيى مرفوض عشان جمهور الزمالك يدخل طرف في الموضوع وتطاول. طبعا ايه زي ما تقول على ما يبدو نتيجه الموسم الماضي بتاعت التعادل 2-2 وضياع الدوري برضو في النفوس ما زالت ترك اثر، يعني واضحه انها ترك اثر، وانه ده اصل الفريق التاني للاهلي، اصل ده مش عارف ايه. يا جماعه ما فيش الكلام ده، يعني هالجونه بتصارع للبقاء وعندهم عاملين ماتش هايل وخلاص، وانت كسبت الماتش خلاص، ما كانش لي لازمه ان انا ادور على كبش فدا عشان اداري واقعه الناس كلها شافتها ومحدش قادر يتكلم عنها، لانه لا احد يجرؤ انه يتكلم عنها، خلاص مفيش، خلاص عارفين ليه كله بيبص كده، كله خايف تتكلم على واقعه. لكن الواقعه دي لو حصلت في الاهلي مع خروج لاعب مع مدربه مع عاوزة كنا هنقعد شهر على للحديث والتناول فيها. خلي بالك برضه يا استاذ محمود، هو مش موضوع خوف، يعني لو اتكلمنا بكل امانه احنا دايما بنشوف حاجه والغلط بنقول عليه غلط والصح بنقول عليه صح، لكن موضوع خوف لا، هو مش موضوع خوف، هو زي ما انت حضرتك قلت يا جماهير النادي الاهلي فاهمه خلاص القصه، لما خلاص فاهم، لكن احنا كمان بنوضح الصوره ان كان في حدث حصل ما بين بن شرقي والكابتن طارق يحيى، ولو كان حصل في اي نادي كنا هنقوله طريقه غير مهذبه، ان ايا كان انت لاعب بتكلم مدير الفني بهذا الاسلوب وبهذا المنظر ده شيء لا يبط للاحترافيه. الغريب ان المجموعه الموجوده في الملعب هتفت لبن شرقي على حساب ايه؟ على حساب كابتن طارق. يعني لكن انا ما كنتش اتمنى كابتن طارق يفتعل ازمه ويقول كلام عشان يبرر الموقف واخرج اشدك واديك في حته تانية اتكلم مثلا عن احمد ياسر ريان واحاول اعمل له مشكله مع الجمهور. ليه؟ هو عمل لك ايه؟ ما ياما نرفز ده بعد ماتش اسوان، لعيبه اسوان من خوفه ما قدروش يتكلموا، اللعيب اللي وقف على الكوره لو حكى لك اللي حصل وعمل مداخله وقال كلام كان يتوجب على اداره الزمالك انها تاخد موقف من لعيبتها. ازاي عم حجم الاهانات والتطاول والشتايم اللي خدها الولد عشان عمل حركه ردا على يعني كرامته تهاني؟ هو طبعا معانا يعني عاوز اقول لحضرتك ايه؟ فضل. يعني هل ده يعني هل هو مساله يعني دي مش بلطجه؟ يعني هل ده يعني هو ده يعني انت مش عاوز حد ينتقدك؟ لا، المفروض تحافظ برضو على العلاقات مع الانديه ومع لعيبتها. ما يصحش يعني نطلع انت عشان مشكلتك تاخد توديك في حته تانية خالص والناس كلها تمشي وراك وعلى طول ايه مداخله لايه ياسر ريان ومداخله. كابتن ياسر ريان معانا دلوقتي على التليفون. كابتن ياسر ريان مساء الخير، برحب بحضرتك موجود معانا في البيت الكبير، اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن هاني، وسلام للاستاذ محمود، وسعيد بان انا اسمع الكلام الجميل والله. لا احنا بس طمنا الاول على احمد، لان سمعنا يعني كان في حادثه بسيطه كده، طمنا الاول على احمد. لا والله في اشاعه، والله برضه اشاعات كلها برضه. والله يا حول الله، عايزين يعملوا بلبله. انا ككابتن انا كنت مخضوض جدا. طبعا انا يعني برضو سمعت كده، بس الحمد لله انت طمنتنا، لان احمد انا المشكله يا كابتن انا جاي من كنت بتفرج على ماتش الكرنس والرجاء النهارده، انت عارف احنا ماسكين في لجنه اكتشاف المواد، فانا جاي من ماتش الكرنس وجاي على الطريق ويوصلني الخبر، فكان في شويه قلق، فالحمد لله طمنت. وكمان اللي منزل الخبر منزله وقت تمرين احمد كمان. طبعا انا مش عارف اتواصل مع حد، مع كابتن حسام الاهلي ولا مع كابتن نادر شوقي ولا مع احمد، فليه تكتر؟ بس الحمد لله طلعت اشاعات مغرضه برضه ضد الولد، فالحمد لله عدت على خير يعني. طب الحمد لله الف يعني اشاعات، بس الغريب برضه كابتن ياسر ان في يعني خلال اليومين اللي فاتوا ديت اثاره مشكله من لا مشكله، ويمكن انا سمعتك وانت بتتكلم وانت يعني كلمت احمد واستفسرت منه على الواقع، قال لك طبعا ما فيش حاجه. فقول لنا برضو اليومين اللي فاتوا دول انت اتعاملت ازاي واحمد اتعامل ازاي مع الازمه يعني المصنوعه اللي صنعها بعض السوشيال ميديا وبعض الناس ليها غرض ما يعني. بص يا كابتن هاني، هي المشكله في ايه؟ دلوقتي يعني الكابتن طارق يحيى، انا اولا قلت له احمد ده مش انا اللي مربيه ككروي، النادي الاهلي اللي مربوه ده حقيقه احمد. صحيح. 9 سنين او 8 سنين جوه النادي الاهلي. مظبوط. وسلوكيا واخلاقيا هو وكان ايهاب وايهاب ابنه وايهاب ابني الكبير برضه نفس السلوك ونفس الاخلاق. تمام. انا مش عمري انا اول لما يحصل المشكله انا بفتح التلفزيون بصفت بعض مباراه الزمالك والجونه، لقيت الكابتن طارق بيتكلم بطريقه مش كويسه على احمد، شتم وعمل وكلام مش منطقي خالص يتقال.
فاول حاجه عملتها اتصلت لاحمد، قلت له احمد حصل منك اي حاجه ضد الكابتن طارق وضد نادي الزمالك؟ قال لي لا بابا، ولا كلمته ولا شفته، وطالعين احنا مع بعض الفرقتين. فقلت لا، قلت له طب ما تطلع تتكلم ترد، علشان برضه الناس قال انت عارف احنا ممنوعين الكابتن حسام غالي من احنا نتكلم. صحيح. فحبيت انا اعمل المداخله عشان اوضح الصوره. طبعا من حقك طبعا. العام ما ينفعش الولد يبقى قاعد كده والناس بتحارب. كلمت الكابتن طارق قلت له دخلت كابتن طارق ده ما الاستاذ محمود صبري فعلا بيتكلم، انت حل مشكله بن شرقي الاول، هو حب يدي اتجاه اعلام يخلي الناس تتكلم في حاجه ثانيه. شاف مين؟ احمد ياسر رياض. فقلت له حتى على الهواء، قلت له يا كابتن طارق حتى لو انت ابن عمل حاجه زي كده وانت مش عايز تعمل حاجه اسمها احتقان زي ما انت بتقول، ارفع التليفون عليا وكلمني وقول له تحصل من احمد واحد اثنين ثلاثه، انا هخلي احمد يعتذر لك. لكن احمد ما حصلش منه حاجه اصلا، عمل زي ما حضرتك بتتكلم يا كابتن هاني، عمل مشكله بلا مشكله اصلا. صحيح، ده حقيقي. يعني انت لو حتى الواد لو اللعيبه انت عارف وانت لعيب كوره، ممكن ابقى طالع من الملعب وحسيت الحكم جه عليا او ظلمني او خسرنا المباراه، عادي جدا ان انا افضفض، عادي في ورده في الكوره لو حصلت. لا وارد في الكوره، لكن انت زي ما بتقول كابتن ياسر هو تربيه النادي الاهلي واحنا مش متعود. سامعني يا كابتن ياسر؟ طيب لو الخط قطع نحاول نرجع تاني للكابتن ياسر لان الموضوع مهم، وزي ما انت ما بتقول يعني ياسر معانا. كابتن ياسر الو سامعني؟ طيب الخط قطع هنرجع له تاني، لكن زي ما انت بتقول هي اثاره مشكله علشان تداري لا مصيبه تانيه يعني. لا ما انا بشدك للناحيه تانيه، وده امر بقى واضح، ظاهره غريبه جدا على فكره. يعني ماشيين ورا مش ما اصبحتش رياضه، وكانه الرياضه في مصر بيقودها مجموعات السوشيال ميديا، بيحطوا لك بيصدروا لك واحنا وتعمل واعلام ماشي ورا الموضوع، يعني مفيش تفكير. يعني فجاه من واقع ما حدش اتكلم عنها، وما كان ممكن واقع بن شرقي يتعدي وخلاص ونقول نرفزت ملعب، واي لاعب عاوز يلعب ومدير فني امر طبيعي جدا كان ممكن تمشي كده ما حدش ياخد باله منها. لكن عشان احط عيني على جزئيه ثانيه واروح نقلك في ملعب ثاني واحط واعمل مشكله وافتعلها وارسم لها سيناريو واطلع اقول كلام، الله ليه وانت لعبتك ملايكه؟ يعني افهم يعني مثلا المواقف اللي بتحصل قبل كده، اي لعيبه بيحصل منهم بعد الماتشات ممكن نرفزها من قرار الحكم، بيحصل نقاش، هنقعد نطلع كل حاجه ونقول، طب نقول اللي بيحصل ما بين ممرات اوضه اللبس واللي بيحصل فيها بالتفاصيل وحد واقف بيسجل، يعني الكلام غلط. يعني انت عاوز تعمل له مشكله وتصدرها له مع جمهور الزمالك وتحطه يعني في وش المدفع عشان تشوه سمعته؟ لا اصل هي يعني ايه أحمد يعني، وبعدين اصل ما شتمنيش انا، اصل ده شتم مش عارف يا عم. طب ادينا ورينا التسجيل حتى لو كان كده، لا احد يقبل بالكلام ده. ها وناديه وحسام غالي يعاقبه ويعمل اللي ما يخطرش على بالك ماشي، ووالده مش هيسكت. ولكن انا عاوز اقول لك انك انت عاوز تصدر وتعمل عليه ضغط، فانا عاوز اقول لك خلفيه الماتش اللي فات بتاع السنه اللي فاتت ما زال تارك اثر، بدليل الخناقه اللي قامت في المقصوره ما حدش خد باله منها، وتم ابعاد الناس بتوع الجونه من المقصوره وطلعوا وبتاع وتركنوا. يعني عاوز اقول لك ايه ده ينفع؟ يعني هو انت المفروض موجود في مكان مثلا خلاص ما تتكلمش، ممنوع تتكلم، لكن لما تحصل حاجه بقى في الاهلي تلقى لو دبت النمله تتحول الى قضيه راي عام وتصنع منها سيناريوهات وقصص وحواديت. اصبح الان هو الوضع الحالي اللي بيعيشه ايه غالبيه الاعلام، الا يعني الا القليل اللي عنده ايه عنده يعني نوع من الحياء اللي هو عارف، لكن جمهور الاهلي شايف ومطلع على طبعا. رجعنا للكابتن ياسر، كابتن ياسر اتفضل يا كابتن. كنا بنتكلم وكابتن محمود كان استاذ محمود كان بيتكلم برضو على النقطه كانت مهمه جدا، ان هو ما دليلك ان احمد قال الكلام دوت، وانت زي ما بتقول يا كابتن ياسر انت نفسك سالته، واحنا كمان عارفين، ويمكن تفتكر كابتن ياسر ان انا كلمتك ان احمد كنت عايزه من 3 سنين في نادي الاتحاد. ده حقيقي. فالولد مؤدب جدا، لكن تحويل القصه علشان تداري موضوع تاني بهذا الاسلوب انا بحييك ان انت تدخلت وان انت لغايه دلوقتي بترد، يعني ده حقك. كابتن عمل مداخله بعدي بقول البرق بعد تاني بره احمد، يعني هو اللي برقه قال لك لا انا الولد لعب كوره كويس، وانا بس حسيت اللي هو حسيت ايه وكلمت في ايه؟ حسيت انت بتتكلم والله قلت لك بعد قال لك حسيت ان انا ان هو جدمني يعني؟ لا انا سامع بيقول لك ان كان المسافه بيني وبينه 7 متر، ف
7 متر يعني انت ما سمعتش الوقت يعني 7 متر احمد الكاميرا جابته وهو داخل. الكابتن طارق كان واقف في الملعب لسه ما خرجش من الملعب. وعلى فكره حصل اللي في ناس كلمتني اللي نعمل مداخله النهارده وهو انا رفضت تمام. ليه؟ انا ما احبش اعمل مداخلات كتير يا كابتن هاني في حاجه انا اكبر منها. ده حقيقي. والنادي اللي انا اكبر منها وابني الحمد لله ابني كبير صغير وبيعرف يفكر وبيعرف يختار التوقيت اللي يتكلم. يعني هو الكابتن طارق يحيى بعد المداخله ديت طلع تاني وقال لك لا فعلا الولد ما عملش حاجه بس انا كان متهيألي انه بيشتم يعني؟ اه والله والله مع الكابتن انت ازاي بعدها وده حب يدخلني انا رفضت ادخل. ليه يا كابتن هاني؟ لما انا اغلط او حد يغلط في لنا جيل كبير وانت بتقول ابقى ابوه زميلي ومن صحيح كانت من جيل ماشي ارفع التليفون عليا وكلمني. ده حقيقي. وقول لي حصل من احمد كذا انا هعمل مداخله اجي احمد اقول له خد تليفون الكابتن طارق واعتذر له. ما ينفعش ان انت برضه السنه اللي فاتت يا كابتن هاني نفس المشكله لما احمد جاب جون في الزمالك عملوا عليه مشكله قد ما الواد بعد ما جاب الكوره من الجون راح يطنطرها. هو احمد متربي على عايز عايز يجيب جون والتاني ويكسب. ده دي طبيعه اللاعب النادي الاهلي. وانا احمد كلها اللي جابها او اللي الزمالك بيجيبوها له بيجيبها هو بيروح يجيب الكوره من الجون عشان يطنطر. هو طلعوا كده هما بقى بيخلقوا لاحمد مشكله بلا مشكله ويدخلوه في اي طرف اي حاجه فيها طرف يدخلوه فيه. فالحمد لله انا يعني انا حبيت ارد باحترام وادب وفي نفس الوقت احنا متربيين في النادي الاهلي حقيقي. انا والكابتن هاني واجيال كتير جدا في النادي الاهلي بما فيهم ولادي اكيد. احنا كمان يعني احمد من اللعيبه ايوه اتفضل يا كابتن ياسر. الشبكه الشبكه وحشه شويه. طيب هنرجع لك تاني لكن جديده برضو ان كابتن طارق يطلع بعد من كابتن ياسر. احنا دلوقتي حضرتك بتكلم على جزئيه لا احد يقبل انه اي لاعب يتجاوز في حق مدرب طبعا اكيد. لكن افتعال حاجه ما يعني ما كنتش اتمنى على فكره. يعني طارق يحيى من الناس المحترمين يعني راجل طارق طبعا انسان محترم كبار لكن يعني ما كنتش اتمنى ان هو يعني ملهاش لازمه اللقطه خاصة ما حدش علق على واقعة بن شرقي والموضوع عدى. ايه لازمة نعمل حاجة ونعمل أزمة عشان نضل نشوه مثلا لاعب ونحطه تحت ضغط ونصدره للجمهور ونعمل مشكلة معاه ونعمل ليه ونعمل عدوات يعني هل ده يعني وبعدين ايه فجأة تحولت المسألة إلى قضية وبعدين السوشيال ميديا وبعدين بقى على البرامج ونعمل مداخلة لفلان وكابتن الناس دافع عن ابنه وده يعني ده هي دي الرياضة يعني بدل ما أجيب أتكلم وأكلمه في الماتش بلاش الخلاف بتاع مشكلة بن شرقي طب اكلمه في الماتش طب اناقشه طب اقول قرار وبعد انت خلاص بعد ما تسلم باتشيكو ايه التقرير اللي هتكتبه اكلمه في الحاجات اللي هي ايه المفروض هي الايجابيه يعني اتكلم في النواحي الايجابيه اناقشه غيرت فلان لعبت فلان كان ايه هدفك طب يعني لكن ليه داخل ليه على طول مش دي رياضه اصلا لا بس يعني كان مهم جدا ان الكابتن ياسر طبعا يتكلم ويشرح ويرجع لنا دلوقتي كابتن ياسر يدخل في المداخله دي لكن هو الكابتن ياسر هو اللي يقدر انت برضه كابتن ياسر معاك الاستاذ محمود والله الاستاذ محمود بيتكلم كلام منطقي وكلام واقعي يعني بدل ان شاء الله ما كابتن طارق كان يتكلم في حاجه خارج الملعب يتكلم في داخل الملعب وكان هيرفع تقرير للراجل المدير الفني اللي جاي يرفع له التقرير بالحالات اللعيبه اللي موجوده الفنيه كان يبعد عن 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 الجزء ده خالص تماما. لكن هو طبعا يعني انا الحمد لله انا رديت بالنيابه عن ابني وعن لعيب الحمد لله عمره كابتن هاني قال لي انا مستغرب له اللي هو بيقول كلام عمره ما يطلع احمد يطلع من بقه كلمه احمد عمره حتى لاحظ في الماتشات عمره ما بيغلط مع حد ولا بيتكلم مع حد سواء منتخب اولمبي ولا مع صحيح الفتره اللي قعدها كان موجود في نادي الاهلي او معار مع نادي الجونه لا لا طبعا احنا كلنا ثقة وكلنا عارفين اخلاق احمد وده متربي في النادي الاهلي وعارفين اخلاقياته تماما وبنشكرك كابتن ياسر على المداخلة ومنتظرينك بقى يا ياسر تنورنا في البيت الكبير ان شاء الله قريب تنورنا شكرا شكرا كابتن ياسر ريان شكرا جزيلا ويعني هنكمل حوارنا بس يعني نطلع بره القصة دي عشان عندنا كلام كمان عن النادي الاهلي شوية وعندنا كلام عن نتائج الدوري النهارده عملت يمكن صلاح عمل مفاجآت وصلاح كسب 3-1 اعتقد 3-1 المباراه خلصت صلاح ليفربول كسب 3-1 نطلع لفاصل ونرجع نكمل حوارنا مع الاستاذ محمود صبري.
رجعنا مع حضراتكم مرة تانية، وطبعا ضيفنا الأستاذ محمود صبري. تعالى نتكلم شوية على بعض الإيجابيات اللي انت شفتها، يعني اتكلمنا على سلبيات واتكلمنا ان في برضو لسه بعض الأخطاء، ظروف الإصابة بالنسبة للنادي الأهلي، عايزين نزق شوية بعض من الناشئين، عملية الروتيشن تبقى أفضل شوية، لكن أكيد كان بيه إيجابيات. من الإيجابيات ديت الشناوي قريب جدا يعمل ريكورد كبير جدا ان هو الكلين شيت، يعني انت برضو شايف ايه الايجابيات الفتره اللي فاتت وعايزين ندوس عليها؟ يعني مثلا الكلين شيت والكلام ده كله ده ما يفرقش، يعني ادي ارقام بتتحسب وتتضاف، لكن يعني بسم الله ما شاء الله الحاله اللي فيها ما شاء الله طبعا. محمد يعني ربنا يعني يحرسه ويحافظ عليه في يعني في الفتره اللي جايه، يعني ايه كتر الكلام بتفتح العينين. لا ان شاء الله ربنا يحرسه في عينين، يعني ربنا يعني يكفيك شرها، يعني ماشي حالة من إدة يعني حفظ ماء وجه لدفاع الأهلي، يعني في ماتشات بأمانة شديدة يستحق عليه، يعني عمل لقطات طبعا رجل المباراة وتوفيق من ربنا سبحانه صحيح. وتعالى ليه، ده كان شيء كويس صحيح. ويستحق المساندة. ده اللي خلينا احنا ما اتكلمنا على السلبيات، قلنا على جزئية من الواجب إذا لم تتناول السلبيات وقعدنا نتكلم ايجابيات والدنيا زي الفل احنا بنضحك على بعض، ده حقيقي. لكن الامانه تتوجع بعدين ان احنا نتكلم على لازم تتكلم على عيوبك طبعا واخطائك عشان تتعلم منها ده. لكن في مثلا عوده حسين الشحات واستمرار كهربا يعني بدا يستعيد ورجليه بدات تاخد على الملعب بقى يقف، ده من الحاجات المهمه جدا قبل ماتش الوداد. حتى ماتش الوداد باذن الله تعالى وفي الثلاث ماتشات الفريقين او الاربعه في الدوري هيخلوك واقف، ايه لازم دول يبقوا موجودين ثابتين في الملعب، ده لعب خلاص الماتش كامل مفيش خروج، يعني ايه لازم تديهم خلاص ان انت ليك هدف كمدير فني عاوز توصل لحاجه ان خلاص طرفين الملعب عندك جاهزين. لو ظهر حاجه كمان كويسه قوي، يعني لو بنتكلم على ان كهربا بدا يحط رجليه بشكل كويس، بنتكلم على عمرو السوليه ما زال ما شاء الله محافظ على مستواه، حمدي فتحي محافظ على مستواه بشكل كويس، وكهربا عايز اتكلم خاصه كهربا ان على الشكل التكتيكي اللي لعب المباراه اللي فاتت انه كان بيقوم تقريبا بدورين بدور يعني دورين كشادو سترايكر راس حربه يبقى راس حربه ثاني حسب كمان وهمي يعني بالظبط، فده ده شيء ايجابي بالرغم انه ضيع فرص، مفيش مشكله انه ضيع فرص، لازم يبقى بصيل وفاهم وعارف انه لازم يدافع عن نفسه، لازم يدافع عن نفسه ويثبت للجمهور ان هو صفقه مفصليه هتدي اضافه للأهلي في مواجهات في المواجهتين الصعبتين اللي جايين، يعني لازم يدافع عن نفسه ويقاتل ويثبت نفسه، يعني مسألة مش مسألة انك انت لا، في لعيبة وجودها اساسي لانها بتعمل تقل للفريق وبتمثل مشكلة للمنافس، يعني كهربا عنده القدرات الفنية اللي تحطه انه يقدر يقود الأهلي للمباراة النهائية، يعني ايه ايمانه بقدراته بثقته بنفسه مع عودة حسين الشحات مع تألق بدي ويرجع ماشي خلاص مع حالة السولية وعمد فتحي وآليو ديانج، ودي كلها دي العناصر المفصلية مع وجود وليد سليمان، دي حاجات الناس يعني ايه اللي تبقى عارفة شايلة انه الفرقة لازم، يعني انت هدفك ايه؟ التأهل للمباراة النهائية يبدأ من مباراة المغرب، عدم انتظار مباراة العودة في القاهرة، مباراة المغرب هي المباراة الصعبة، هي المباراة النهائية، يعني ايه مش ما ينفعش تقول ان انا لسه عندي مباراه، انسى مباراه العوده، لازم عندك هدف رايح من اجله انك انت خلاص ما عادش بقى مساله الارض والارض، لا خلاص صحيح. اللعب اللي عاوز بطوله بيجيبها من خارج ملعبه باداء انك انت تحقق نتيجه ايجابيه حتى تخفف عنك الضغوط النفسيه في العوده للقاهره صحيح. لكن مساله انك انت تقول اصلا ارجع بنتيجه، لا ما فيش الكلام ده، يعني انت هدفك والسيناريو بتاعك اتمنى بس يعني الاستقرار للفريق في الفتره اللي جايه ان شاء الله خلاص، وربنا يهدي يا عم فايلر يا رب كده علينا ان شاء الله. فالامور محتاجه انك انت تبقى هادي وانك انت تبقى عارف وانك انت بتذاكر الفرقه، المنافس لازم يتذاكر، المنافس عنده طرفين سرعه جدا. اتفرجنا على مباراه الوداد والرجاء، يمكن الوداد خلي بالك بقى في المركز الثالث، هو كان في المركز الثاني ما تقش ده طبيعي على مباراه النادي الاهلي، على مباراه النادي الاهلي ده هيبقى في رؤيه ثانيه وخلاف هيبقى شكل ثاني مختلف، لكن انا عاوز اقول لك في شيء محتاج تعالج الجزء اللي احنا قلنا الدفاعي، ومحتاج تجود قوي انك انت الفرصه اللي هتجيلك لازم تخلص حقيقي. يعني ايه اللي هتجيلك المباريات دي؟ الفرص هتبقى فيها يعني شحيحه، هي تبقى مباريات مفتوحه، كله هيلعب بهدف الحصول، اللعب على ايه اللي هتحسمها ايه التفاصيل الصغيره
الاخطاء الدفاعيه، الكور الثابته، ها انت لازم تمتلك من الاوراق اللي تخليك تفاجئ بها المنافس. يعني في التكتيك الفني، في التحرك، في لعبه معينه بتتدرب عليها، كل دي الاشكال. وجود الاثنين دول ان هم يرجعوا دلوقتي ومعاك اربع ماتشات او مثلا غير ماتش اللي مثلا معاك ماتشين او ثلاث ماتشات قبل المباراه وماتش الكاس، ده برضو خليك تاخد نفسك، واقف على رجليك وتجهز عنصر زي كهربا يجهز بشكل كويس، عارف عاوز ايه وهدفك ايه ورايح فين وجاي منين، غير انك انت مثلا هتدخل معسكر مثلا تسافر الفرقه، برضو ده شيء مطلوب لمزيد من التركيز والشغل والراحه النفسيه بقى والمعنويه. فاعتقد لا، يعني الموضوع مش مستحيل بقدر ما محتاج اخلاص وجهد وتقدير حجم الجمهور والناس المتابعه، كل اللي عمله مجلس اداره الاهلي وكل الامكانيات اللي وفرها والدعم الموجود كله، هدفه الاساسي هو دوري ابطال افريقيا. ده حقيقي، ده حقيقي، دوري ابطال افريقيا هو ان شاء الله الهدف الاكبر، يعني ان شاء الله وان شاء الله باذن الله يكون الفريق مستعد بشكل كويس عن طريق من المباريات المتبقيه من الدوري زائد مباراه الكاس، ونخش فورمه واللعيبه المصابه ترجع بشكل كويس. ربنا يعني ابعد عنهم الاصابات، لان الاصابات دي حاجات طبعًا. يعني طبعا. طب نخش في ملف، وخاصه نعرض مع حضرتك كده، يعني اكيد تابعت نتائج الدوري النهارده، النتائج مهمه جدا، وبشكل او باخر بدات الملامح في جدول الدوري المصري تتضح بشكل المربع الذهبي رايح فين. خلاص طبعا النادي الاهلي البطل، ولكن بنتكلم على الفرق اللي ممكن تنزل النهارده. نتائج بالنسبه لك، كان في نتائج مفاجات بالنسبه لمباريات الدوري النهارده؟ النهارده فوز دجله على الانتاج 4-1، ده مفاجاه طبعا، يعني من المفاجآت. وعلى فكره دجله من الانديه بتلعب كوره حلوه في يعني بص في ثلاث اربع انديه يعني بيلعبوا كوره، يعني عارف انت ايه، دجله، الجونه، ها المولين، يعني ايه في شكل في الملعب، في شكل في الملعب. النتائج قدامنا هي ياتي بعضهم ايه، ياتي بعضهم ايه، الحدود مثلا، يعني اسوان طبعا بيقدم عروض، اسوان خسر طلائع الجيش، يعني عاوز اقول لك ايه، في شكل في شكل يعني في ايه، في مدربين كمان ظهرت يعني عبرت عن نفسها. طب حضرتك قدامك النتائج، عند النحاس طبعا يعني نتكلم عليهم طبعا، مدربين وقاعدين كابتن عبد الحميد بسيوني في الطلائع، يعني عاوز اقول لك ايه، كابتن حلمي طولان عامل اداء اكثر من رائع مع انبي طبعا، كابتن طارق عاشري طبعا من تجربه لتجربه، لكن يفضل في كلمه سر بينه وبين حرس الحدود، بالرغم من قتال شرس انه يحافظ على بقائه في الدور الممتاز. في شكل طبعا، في ناس، لا في كوره، والوضع يمكن بعد عوده كورونا كان يعني برضه في مستوى رغم كل الظروف دي، الا انه في مستوى فنيات، بس كل ده محتاج اللي يخلي المستوى يعلى انه يبقى في تحكيم برضه زي الفل. طبعا يعني احنا شفنا طنطا خسر من الاهلي طبعا، الزمالك 4-3 ضد الجونه، كان مباراه رائعه بامانه شديده، حلوه جدا. سموحه بيواصل انتصاراته طبعا مع كابتن احمد سامي وفوزه على حرس الحدود، اعتقد دلوقتي سموحه كمان في المركز الخامس، برضو نتيجه مميزه جدا يعني عاملها بيضغط كابتن على المقاولين العرب طبعا. طلائع الجيش طبعا بعد شويه تقدم في النتائج خسر 1-0 من الاسماعيلي، ونقف عند الاسماعيلي يا استاذ محمود ونتكلم ان الاسماعيلي فعلا كان بيمر بازمه كبيره جدا الفتره الاسبوع اللي فات، يعني رموز النادي راحت هناك، وقفت جنب اللعيبه ووقفت جنب الاداره، كان نوع من انواع التكاتف شويه موجود في الاسماعيلي. نتيجه النهارده اكيد هتاثر معنويا وتاثر بشكل كبير على مشوار الاسماعيلي خلال الخمس مباريات اللي جايه. الاسماعيلي مدرسه في الكوره ما حدش يختلف عليها، وجودها مهم جدا في الدوري، يعني برضه مش مساله انه يتكلم عن انه اسماعيلي صارع الهبوط، برضه هتبقى في مسانده طبعا، وجود نجوم الاسماعيليه يعني خطوه اكثر من رائعه، رغم انه في بعض فيهم عنده خلافات مع الاداره، لكن مصلحه النادي طبعا يعني ادى الدفعه، وربنا وفقهم. يعني مثلا النهارده ماتش كان صعب جدا مع فرقه طلائع، يعني فرقه كبيره جدا، فرقه كويسه وكبيره ماشيه بشكل كويس، هو قدر يعني يفوز ثلاث نقاط تديله وحتى دفعه معنويه قبل الماتشات اللي فاضله كمان، لان برضه الماتشات اللي جايه صعبه، يبقى فيه مواجهات، عنده اسوان وعنده المصري برضه، لا صعبين جدا، هيبقى فيهم قتال طبعا. اسوان يعني برضه عمل ماتش مع الجونه وبمان الحكم يعني ربنا يسامحه، يعني برضه يعني برضه قرارات غريبه جدا، وكان في عندهم سوء حظ يعني، القائم والعرضه اتصدوا لاكثر من كوره،
اسوان النهارده كمان خسر من المصري، خسر 1-0 من المصري، خسر 1-0 برضه بالزيت عليه الضغوط برضه يعني عنده برضه. طب تعالى نستعرض كده جدول الدوري يعني ناخد جدول الدوري، وانا شايف ان خلاص بدات الى حد ما خلاص الاثنين في مؤخره الدوري نادي مصر وطنطا اعتقد الفرص بقت قليله قوي، لكن خلينا نشوف طبعا اولا نبص على المربع الذهبي الاهلي طبعا بطل. بتتكلم الزمالك خلاص الزمالك حسم الزمالك عندك واحد حسم اعتقد حسم المركز الثاني يعني في اعتقادك النادي الزمالك خلاص المركز الثاني يعني بالرغم ان في يعني لسه في فرق يعني خلي بالك برضه في ثلاث نقاط يعني يعني مثلا الفرق مثلا كام؟ فرق 7 نقاط بس في ثلاثه يعني ثلاث نقاط هيخصم، وبيراميدز عنده ماتش يعني بيراميدز عنده ماتش لو كسب بيراميدز هيبقى 57 عنده ماتش والزمالك هيبقى 58 لان هيخصم منه مني كلمه الزمالك والمركز الثاني المركز الثاني كالعاده يعني طيب ماشي بيراميدز خلاص احنا اتكلمنا بيحاول بقدر الامكان ياخد مكان في الشامبيونز ليج الافريقي. المقاولين في المركز الرابع ب 49 نقطه. سموحه زي ما بقولت يعني مع نتائج مع كابتن احمد سامي ماشي بشكل كويس بقى 43 نقطه. تفتكر سموحه يضايق المقاولين شويه ولا خلاص المقاولين يعتبر في المركز الرابع مستقر فيه يعني؟ ماتش بكره اعتقد المقاولين بكره اف سي مصر لو ما كسبش بكره عنده مشكله يعني المقاولين بكره لو ما كسبش لان هو حتى كان خسارته كان مفاجاه الاداء بتاع المستوى تراجع يعني مستوى طموحات قل يعني مثلا في ماتش الاتحاد تعادل جه في الوقت القاتل يعني في مباراه على ملعبه الاداء صحيح. بصراحه تعادل 1-1 الاتحاد كان تقدم 1-0 والمقاولين تعادل خسر من المقاصه بقيادة كابتن علي عاشور خسر 1-0 اعتقد 2-0 اداء غريب جدا من المقاولين تراجع غريب يعني عارف في تفريط في فرصه انك انت ترجع تفتكر مش بعض الكلام اللي طلع مقاصه المقاولين 1-0 تفتكر يعني في تاثير شويه على شخصيه الكابتن عماد النحاس ان لو في يعني مرشح لو مرشح يخليه يخسر ولا يحافظ ما انا ده بقول لك ممكن يكون في تاثير نفسي شويه او هو بدا يفكر او ما يركزش شويه مع نادي المقاولين تفتكر ممكن ده يكون ليه تاثير في نتائج الفريق الاخيره ولا لا انا مش ده السبب لان اكيد عماد يعني حتى لو كان في ما اعرفش هل في كلام كله كلام او كله يعني كلام بيتقال لكن ما فيش حاجه على الواقع في حاجات لو تمت بتتم كده لكن المساله لا يعني هو انا بقول لك اتفرجت على ماتش الاتحاد الاداء ما كانش رغم ان هو كان محاصر الاتحاد لكن ما عرفش يخترق دفاع الاتحاد كان افليك كويس جدا فماتش مقصه غريب جدا برده الاداء برده ما كانش بالصوره يعني ضاع يمكن يعني اكتر من فرصه لكن ما عرفش يخلص كل ده برده ايه عامل ضغط على فكره هو هدفه الاساسي المقاولين العرب كان هدفه يبقى موجود في ايه على الاقل في المربع بالظبط يعني على الاقل يعني كان المفروض هو ايه يقاتل على هو كان نفسه الثالث يعني مثلا إيه؟ عشان يخش الكونفدراليه البطوله العربيه طبعا كده ايه انت كده بتلعب في دور ان ايه اللي هي بطوله ايه دوري كاس ابطال العرب فهي كاس الانديه يعني فلكن المساله لا يعني لسه برضو ما تضمنش ممكن يبقى فيه مفاجات هتبقى فيه مفاجات هتبقى لانه كمان انت بص كده على مؤخره الجدول يعني مؤخره الجدول انت عندك واحد انت بتتكلم من المركز اجيب لك بالظبط من المركز 16. التاسع 16 انت بتتكلم طلائع الجيش طلائع الجيش عنده 34 نقطة لغايه طلائع الجيش 34 نقطة لغاية الحدود اسوان 34 نقطة الانتاج الحربي 34 نقطة الاسماعيلي 34 نقطة لا اسماعيلي دلوقتي بقى خلاص الاسماعيلي 34 خلاص المصري عنده طبعا لسه مباراتين متاجلين 33 نقطه تخش بقى على وادي دجله كان فوز مهم جدا جدا لوادي دجله بقى عنده 31 نقطه بس عنده 30 مباراه والجونه 31 ب 30 مباراه حرس الحدود عنده 30 نقطة فانت بتتكلم من المركز التاسع طلائع الجيش لغاية المركز ال 16 اللي هو حرس الحدود انت بتتكلم في فرق 4 نقاط يعني من المركز التاسع يعني مباراه مع يعني في بعض الفرق عندها مباراة مؤجله لكن اعتقد نادي مصر وطنطا اعتقد انه النقطه 40 هي الفيصل مثلا
النقطة 40 ولا 41؟ يعني على حسب برضو نتائج الفرق التانية، انت مش قادر تحدد، لكن انا بتكلم خلاص اعتقد نادي طنطا. وقلنا سريعا تجربة كابتن رضا عبد العال مع نادي طنطا، شايفها ازاي؟ لا صوت يعني مش اول مره كابتن رضا عبد العال يعني تولى تدريب طنطا، كان ليه تجارب قبل كده مع طنطا ولم يوفق في مساله الصعود. رضا عبد العال اولا من اللعيبه الكبار جدا يعني، واحنا انا عاشرته على مستوى كمان يعني. رضا حبيبي يعني. لا انا عاشرته على مستوى شخصيه يعني كمتابع وك يعني عشره عمر بالنسبه لي. في لما جه حتى النادي الاهلي والضجه الكبيره اللي صاحبها يعني. خف الدم ملاش حل. بص حتى كل الكلام يعني انا ممكن ايه بعض الحاجات ممكن بقف عنديها مع كابتن رضا في الكلام اللي بيتقال، لكن على المستوى الشخصي انسان مهذب جدا، طيب جدا، ليه تجربته لابد من احترامها حتى لو كان فيها نوع من الهزار. لكن يا جماعه يعني نفك شويه يعني نفك من من دي يعني سيبه مكشر وبتاع. انا اتمنى له التوفيق، عنده فرصه ان هو يبرهن على قدراته كمدرب. ها هو مستمر السنه الجايه، مستمر، واعتقد انه الاستاذ فايز عريبي اديله الثقه، والثقه انك انت ترجع طنطا ايه؟ دوري ممتاز. للدوري الممتاز، وده يحتاج شغل وعمل ومجهود طبعا كبير جدا. هو كراجل قارئ الكوره وبص عليها بصه مختلفه، لكن عشان ترجع محتاجه برضو تركيز اكتر من كده، محتاجه جهد اكتر من كده، لانه مش الفرقه الثانيه مش هتسيبك يعني، في ناس ثانيه تنزل معاك، فهيبقى هدفها جدا ان هي برضو تقاتل على فرصها. لكن رضا عبد العال يعني عمل شكل في الماتشات يعني، ماتش مع الزمالك، ماتش مع الاهلي، يعني ماتش مع المقاصه رغم انه خسر مثلا، لا ما كانش المقاصه لسه ما تولاش، هو بتولى بعد المقاصه لما خسر الكابتن ايمن مزين من المدربين المجتهدين جدا يعني، كلام حلف التوفيق في مساله برضو العوده بعد كورونا والظروف المختلفه. لكن رضا عبد العال اتمنى له التوفيق، واتمنى ان شاء الله يعني يركز في كوره اكتر من كده، برضه محتاج انه يركز ان شاء الله. نشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود، نورتنا وشرفتنا وكعادتك في البيت الكبير. ان شاء الله يعني على لقاءات ثانيه، لان الملفات لسه مفتوحه. الله يخليك، سعيد ان انا معاك، وان شاء الله اتمنى لك التوفيق. شكرا جزيلا. دي كانت نهايه الفقره الثانيه، فاصل ونعود بعد الفاصل مع النجم الكبير محمود ابو الدهب.